شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن أجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى ناطر هالهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. بدكن تضعفوا وتشيلوا ترهلات والدهون المتراكمة من دون أي تعب أو مجهود، بلا رجيم ونوادي رياضية، بلا عمليات جراحية. الحل عنا ببست سيلر كريو شيب. انتوا قاعدين بالبيت ما إلكن إلا تدهنوا من هالجيل على المحل يلي بدكن تضعفوه وتشيلوا منه طبقات الزيادة من الشحوم، الدهون والسلوليت. تركيبته من مكونات طبيعية لتكسير الدهون وتدويبها وتنعيم البشرة وتعطيها لون متجانس. كريو شيب فيكن تستعملوه على البطن، على الأرداف، على الفخاد وحتى على المؤخرة. فيكن تحصلوا على الواحد ب 25 دولار وعلى اثنين ب 44 دولار. واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. قديه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس نحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالا شغله بدنا اياها بثواني. بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود بروسور لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار، على اثنين ب 30 دولار. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية اللي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 36 دولار وللدوبل فيتراج ب 75 دولار، والأهم أنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
شو اورجانيزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانيزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتتخزق وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل؟ شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه ولها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكال فيكن تحطوا 2 او 3 شو اورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا لما تشتروا 2 شو اورجانيزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم من دون اي كلفة توصيل اضافيه. كلنا منحب ناكل تبوله بس منعطى الهمفر من الخضره والبقدونس لانه بياخذوا وقت كتير. مع 60 سكند تبوله انحلت هالمشكله. هالمكنه بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا الا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط اكثر كل ما ينفرموا زياده. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت، كمان بثواني وبينفرموا، والاهم كمان انه ما بقى نعرض ايدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالادوات الكهربائيه التقليديه الثقيله. 60 سكند تبوله بتفرم البندوره من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسيه مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيره من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبوله مكفوله لمده سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هديه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.